ايه وشو قال لك هذا التيس كمان؟ قال لي خسي وانقلع من وشي. اي ورصاص فشني عفش. نسي هالمغضوب الوالدين لما باس ايدي ورجلي حتى وافق يتجوزك؟ ريتو كان جواز قبرص ان شاء الله. بابا هو كان قصده انه سكتي انت وليه فصعوني على نصتك. احكي لي فوزيه، ضربك ولا ما ضربك؟ لا هو ما ضربني. بابا ما وصلت المساله لهالدرجه، انا على الهوا ما فهمت انه هو خرسي انت. يا ريتو كان ضربك، يا ريتو كان مد ايده عليكي، قسما بالله كنت قطعت له ايده من شرشه ودحشته ببطنه. لك اتركها اتركها هلا بتفوز. ولك اترك البطيخه من ايدك انت وياها يا قرد، هلا بتفزروها بعد هيك على المي، بعد العمى شياطين شائعين الارض وطالعين هدول. خلص بابا لا تشغل بالك فيهم، هلا بيعدوا عقلي. خذي نيميهم خلصيني، العمى شو هاد؟ يخرب بيت هالجيل، بيسهروا الارامل والمطلعات. مين هو هذا اللي جاينا هلا كمان؟ هذا خالد بابا. الله لا كان جابه، افتحي لشوف شو بده هالمقفل. شو بك انت تاني؟ فوتي لجوا، شو بدنا ارتخينا وشطت ريالتنا؟ فوتي ولك. مرحبا عمي. شو بدك؟ ليه جاي بقى؟ ليش انت رحفانة؟ عمي الله وكيلك انا. لك شو انت يا بخش القلم؟ عمي بترجاك بترجاك تسمعني يا عمي. عم الدبب ان شاء الله. بتمون عمي بتمون، بس يعني انت من خلال تجاربك الطويلة بتعرف ان الواحد احيانا ممكن يطلع خلقه وبساعة غضب ما بيعرف شو بيتصرف او شو بيحكي. ولهالشي بيطالع الزباله والقرف من تمه؟ عمي انا بعترف اني غلطت وما كان لازم يطلع مني الحكي، بس هذا اللي صار، يلعن الشيطان وغضبه. ولك حاجه بقى تتفلسف علي بقى، شو شايفني قدامك ولد صغير حتى تلحس عقلي بكلمتين زراف؟ فهمني هلا شو بدك وبلا تمسيع جوخ ولحوسة رجلين. عمي انا بدي مرتي فوزيه ترجع على البيت. هيك لكان؟ يا سيدي فوزيه ما رح ترجع معك على البيت. شو قولك بقى؟ بس انا يا عمي. لك يلا من هون ولا يلا من هون، ورجيني عرض كتافك قبل ما يطلع خلقي عليك وامسح فيك الارض. بس يا عمي فوزيه مرتي. فشرت. شو يعني فشرت؟ يعني كانت مرتك. شو بتحكي؟ شو قصدك عمي؟ يعني بدي منك تطلقها يا مقوص. اعوذ بالله. شو طلقها؟ دخيلك يا عمي. اطلع من هون احسن لك قبل ما ابتلي فيك. ها طيب خليني اشوفها بس. لك انت ما بتفهم؟ تيسر من هون لك تيسر. خلصني يا عمي. العمى شو شيء؟ اطلع برا خلصني. روح من هون. روح يا عمي. روح تيسر حيل عن زمانك. روح يا اخي. روح يا اخي. الله معك. سلامة. شو ابو الياس ما عندك غير الغنية؟ حط لنا غنية نروق عليها. على راسي هلا بحط لك عبد الوهاب لحتى ما يود حدا يجي لعندي. طمني خالد، مرتك لسه ما رجعت على البيت؟ لا والله يا معلم ما رجعت. طيب ليش لا ميبس راسك؟ ما تروح على بيت احماك وترجعها. ميبس راسي؟ صرت رايح ثلاث مرات واخر مره ما فتحوا لي الباب بنوب. اوف لهالدرجه؟ مثل ما عم بقول لك يا معلمي، عمي عنيد كثير وميبس راسه ولسانه مثل ما براد. الله وكيلك هراني من كثر المسبات والبهدله. ايه واخرتها؟ اخرتها الزلمه عم يمشي معامله الطلاق. يا لطيف لهالدرجه؟ خالد انت شو عامل؟ علمي علمك يا ابو رامي. الله وكيلك ماني عامل شيء، يعني سعيد خانات انه المره اختلفنا شوي، بس الشغلات بتصير بكل بيت. لا حول ولا قوه الا بالله. وهلا شو ناوي تعمل؟ ما بعرف قسما بالله هالزلمه ربطني من ايدي ورجلي. اسمح وينك خالد، ثاني مره اذا بدك تروح على بيت احماك لا تروح لحالك. شلون يعني؟ يعني خذ لك شي واحد يعرف يحاكي ويقنعه. مثل مين معلمي؟ يا سيدي احسن شيء نبعث له مدير المدرسه، هذا متعلم ومثقف وبيعرف يحكي، يعني دبلوماسي من الطراز الاول. استاذ كنعان؟ طيب شلون بدي اشوفه؟ ولا يهمك، اليوم المساء جاي يحلق عندي وانا بحاكي. اطمن، حط رجليك وايديك بمي بارده. كتر خيرك معلمي. فالحياه الزوجيه يا سيد ابو عجاج بتعتمد على ركنين اساسيين وهما الثقه والتفاهم. ولا شك أن اختلاف طباع الزوجين، العوامل الوراثية وطرق التربية
بتعرض احيانا الزوجين لعدم الانسجام فتطفو على السطح لهذا السبب بعض المشاكل، بس المهم هو انه نستوعب هي المشاكل ونحصرها وهي صغيره حتى ما تكبر. فهمان علي عمي ابو عجاج؟ ليش شو شايفني قدامك؟ صرماي حتى ما افهم ولا كريك زباله؟ يا الله ليش هيك بابا صاير عم يحكي؟ ليش من امتى كان لسانه طري؟ ويبدو لي يا سيد ابو عجاج انه الشيء اللي ذكرته آنفا هو اللي حصل بين كريمتكم السيدة فوزية والسيد خالد صهركم العزيز يلي كلفني من ألمه ووجعه بمهمة إصلاح ذات البين. يصلحوا وحدة تسهل أمره. هو المشكلة يا سيد أبو عجاج من الأساس هينة ويسيرة وما بيجوز تعيق حياة زوجين بيحبوا بعض، وبالتالي لازم نرقف بهالملاكين الصغيرين البريئين مروان ونسرين. وبهالمناسبة أنا جايب لك معي كتاب بعلم النفس عنوانه المشكلات السلوكية عند الأطفال. اسمع شو بيقول. إن الخلافات بين الأبوين تترك آثاراً في منطقة اللاشعور عند الأطفال، وتظهر هذه الآثار على شكل انحراف سلوكي عند الكبر. بقى لهالسبب يا أبو عجاج أنا رايد منك إنك تحكم ميزان العقل والرشاد وتوافق على إعادة كريمتكم لجوزها. بقى شو قلت؟ يلي بدي اقوله انه ضيقت لي خلاقي بحديثك مع عدم المؤاخذه. مو مهم، المهم انتوا وافقتوا على اعاده. لك اخي لا وافقنا ولا بطخنا. عجبك هيك؟ طيب شو السبب؟ هيك حيوانه. يعني انا كنت عم انفخ بقربه مقطوعه؟ لا والله وانت صادق نفخت قلبي. انا السلام عليكم. الله معك، مع سلامه. تفضل. الله معك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. أهلي أبو رامي، تفضلوا تفضلوا. شكرا، مستعجلين، في عنا شغل، بس في إنا طلب صغير عندك يا شيخي. على عيني وراسي، شو بتريدوا؟ أنا خدامكم. العفو يا سيدي، مرت صانعي خالد حرداني عند أهلها ورح يصلها شهرين، والمشكلة إنه عمه أبو عجاج معند وما عم يرضى يرجع له إياها، وهذا شو بعد ما حكى أكثر من شخص. بس الزلمة راسه يابس وعنيد كتير، فبركي حضرتك بتحكي معه وبتقنعه بأسلوبك الرحماني، والصلح سيد الأحكام مثل ما بيقولوا. يا سيدي شغلتكم بسيطة بإذن الله، أنا المساء بروح لعنده وبحكي معه لايكلكم فكري. بتحب روح معك شيخي؟ لا لا ما في داعي، أنا بروح لحالي. الله يجزيك الخير ويدين فضلك علينا يا شيخنا. اطمن سيد خالد، حط رجليك وإيديك بمي باردة، إن شاء الله بيمشي الحال. ما شربت قهوتك يا شيخي؟ حل عنا يا، لا بدي شايك ولا بدي قهوتك، استعنت عليك بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل. الله معك، بتوفر. اللهم احفظ علي عقلي ودينه، وبك يا ربي ثبت يقيني، إني أخاف يوما عبوسا قمطريرا. طمنا شيخنا، شو صار؟ لك شو شو صار؟ لك شو هالزلمة ها؟ أنا شفت ناس بحياتي بس أنشف وأيبس من هيك عقل ما شفت. لك بتحاكي من الشرق بجاوبك من الغرب، بتقول له يا ابني هذا ما بيجوز، هذا حرام، هذا ما بيصير، بيقول لك أنا عقلي هيك. بقى يا سيد خالد أنا آسف، دخيلك لا تأخذني، ما طلع معي شيء. بكل الأحوال كتر خيرك يا شيخنا. السلام عليكم. اللهم احفظ علي. ما بدي اشتري روح العنبة. شو المسخرة هي؟ شو الجيلات؟ لا اله الا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. اهلين ابو سليم. اهلين ابرامي، كيفك؟ كيف الشغل؟ الف الحمد لله. وين اراضيك يا رجال؟ صلي بدي ما شفتك. والله نقلت نقلة خشب بالسيارة، ولما وصلت لنيك صح لي نقلة تانية، الله فرجها. الله يعطيك العافية. تفضل تفضل. ايه على راسي. شرف سيدي، شرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. بدك تحلم معي؟ طبعا بدي احلم. مالك شايف منظري يا رجل؟ المرة صارت تقرف مني، الأولاد ما عتعرفوني. شو بصنع خالد ضارب بوز مثل العجل نايم بالعشاء؟
اتركه ابو سليم، لا تيد على قلبه، المسكين على الآن معه وعلى شعره. خير شو بو؟ مرته صار لها حرداني شهرين، وعمه معند معند ما عم يرضى يرجع له اياها. ومين عمه بلا زهره؟ ابو عجاج. ابو عجاج الديراني ما غيره؟ هو بذاته. انت بتعرفه يا ابو سليم؟ اقول ما بعرف غيره. اصبح دخيلك تساعدني بموضوعي يا ابو سليم، يعني اخذنا له الاستاذ كان عام مدير المدرسه والشيخ نعيم وابو راني والشيخ الحاره، وما حدا عرف يحكي معه ويقنعه انه يرجعه. بقى شو بقولك؟ بسيطة خالد بسيطة، انت فضي حالك ومروح سوا، شغلتك ناكتي محلولة. يا اهلين ابو سليم. ايه اشتغلي، تسلموا دياتك. شكرا، يسلموا ايديكي. مين؟ رصاص يخلع رقبتك، افتح ولادي. شو هذا ابو سليم؟ يفضح حريشه، اكيد هذا ابو سليم. فوتوا لجوا انت وياها، فوتوا اوام. ولك اهلين اهلين ابو سليم، اهلين، اهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا ولا. اهلا يا عمي. وينك يا رجل؟ وينك؟ صار لي سنتين ما شفتك. لك وين بدي اكون لك بغل؟ كنت مسافر من بلد لبلد. قسما بالله اشتقت لك، اقسم بالله العظيم اشتقت لحكياتك. شو شايفك سمنان؟ لك صاير مثل الخنزير المقوص. الله. شو بدنا نسوي ابو سليم؟ مو بايدي. ولك يخرب بيتك شو بهيم. لك إما في كلمة تفضلوا، العمى يضرب جوز عيونك ضرب. العفو أبو سليم، تفضل البيت بيتك. وليش هيك عم بتقول وشك أرفان مثل صرصور البلوعة؟ لا مو مسألة أرفان، بس هذا هالتيس شو جابوا معك؟ هلا كل هوا بلا علاك وخد لنا طريق. إيه إذا هيك أهلا وسهلا، تفضلوا. تفضل. تفضل أبو سليم تفضل. شو تشرب؟ ما بدي اشرب شيء. ليش بقى؟ هيك حيواني. طيب شو سكرك فيي بعد كل المدة؟ لك يخرب بيت قلبك شو مخك سميك، بس مو غريب عليك مثل العادة. يعني انت انظم يا بندوق. اللي شو بدك فيه؟ ليش اجيت لعندي؟ ولك يا حمار يا جحش، حدا بيخرب بيت بنته بايده مشان شغله ناكته. لا تقول شغله ناكته، هذا هالدب يلي جنبي اكبر كلام مع بنتي. الحمى تسلق بدنك سلق، شو قال لها يعني؟ قال لها انت ما فيك عقل، انقلعي من وشي. ولك يا كر، المرأة وجوزها بيصير بيناتهم أشكال وألوان، إيه بقى شو كفر؟ إذا قلن نلعي من وشي، العمى بعيونك ما أخبارك، فعلاً إنك صرماية عتيقة. لك يا أخي الواحد. اسمع، هلا أنت عندك خلاق تربي ولاد بنتك؟ لا والله يا أبو سليم مالي خلاق، امبارح كسروا لي الأرجيلة، واليوم خلعوا حنفية المطبخ. العمى ما أتيسك، وشلون متحملهم عندك؟ هلا باختصار. شو بدك ابو سليم؟ بدي خالد ياخذ مرته واولاده يروحوا، فهمان لك حيوان. الله عليك يا ابو سليم، شو حكياتك ظراف، فهمان يا جحش فهمان. فوزيه لك يا عفريته. نعم بابا. خدي السعدين وروحي مع جوزك الدب لبيتكم، يلا حلوا عن سمانا. امرك بابا. وينك؟ إياك أنك تزعلها مرة تانية، فهمت؟ فهمت عمي فهمت. وانت التاني كمان بلك أنا خاطرك لأني مستعجل. شرفت أبو سليم، أهلين وسهلين، الله معك، خليني أشوفك يا كلب. بابا؟ نعم ست الحسن. بدي اسألك سؤال بس خايفة تزعل مني. لا احكي ولا يهمك، ما راح ازعل.
ليش رجعت فوزية لجوزها أول ما حكى معك أبو سليم وما رديت لا على الأستاذ كنعان ولا الشيخ نعيم ولا على أبو رامي؟ ولك حبيبتي هدول الناس ما بيعرفوا يحكوا، أما أبو سليم اتسلم لي عينه على هلسان الحلو الدافي اللي عنده، هذا اللي بيعرف يحكي. فهمتي يا حيواني؟ إيه لك؟ ها؟